السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة برمنجهات البوتاسيوم، في منها سائل جاهز وفيه اللي هو البودرة ده. فأنا جبت البودرة ده علشان أوري لكم، أنا هفكه في إزازة 100 سنتي، دول حوالي 5 جرام. شوف كمية قليلة جدا يا جماعة، 5 جرام دول ب5 جنيه، هو غالي لكن دول بتخفهم على كمية كبيرة. هنشوف نخفهم كده اول، نصدقهم في الازازة دي. الازازة دي حوالي 100 سنتي، لان نملاها مية 100 سنتي، وبعد كده هنوريكم استخداماتها ازاي. شوفوا، مجرد ما شاف المية عمل اللون البنفسجي ده اللي هو لونه، بمجرد بس ايه مكان المية. طيب هنضيف عليهم المية ونرجع نوريكم شكله ايه. كده خفيناه، حطينا عليه المية حوالي 100 سنتي على 5 جرام، رجناهم طبعا، قلبناهم جيدا كده بالطريقة دي. طيب ايه استخدامات برمنجهات البوتاسيوم؟ هو مضاد بكتيري فطري، يعني بنستخدمه للبكتيريا وللفطريات. بنعمل ازاي؟ بالكمية اللي انا عملتها او اللي انت بتجيبه مخفوف، انا معايا مسقة زي كده، طبعا هنغسل المسقة دي تماما بالسلك. اهم حاجة ان انت تغسل يا جماعة غسيل المسائي كده، تغسلها كده. وطبعا انا غسلتها، هقول لك مش هستخدمها على طول، اروح اجيب المسقة التانية اللي في الشمس، احط دي في الشمس واجيب المسقة التانية، حط دي في الشمس اهو المغسولة لسه، واجيب اللي هي الناشفة البيتة في الشمس دي. طيب بعد ما جبت المسقة اللي هي كانت في الشمس دي، طبعا الشمس معقماها مطهراها لكنها سخنة، يا اسيبها تبرد يا اما انا ابردها بالمية. هبردها بالمية وارجع اقول لكم نحط الدواء ازاي. طيب بنبرد المسقة ازاي؟ بنحط فيها مية حوالي 5 دقايق وبعدين نفضيها، كده تكون بردت تماما. طيب بنستخدم البرمنجهات البوتاسيوم في موضوع ايه؟ التطهير. انا معايا هجيب قطارة، علشان طبعا احنا بنستخدم برمنجهات البوتاسيوم ده بالقطارة بالنقطة يا جماعة، كتره يموت الحمام نقطة فقط. هقول لك هو بيستخدم في غسيل المسائي، بيطهرها تماما علشان ما يكونش الحمام عنده كانكر، يمنع من الحمام الكانكر او والفطريات. لو انت دخلت عند الحمام وجدت ريحة الحمام او عملة الحمام وحشة، ريحتها وحشة، هتعمل ايه؟ يبقى ده احسن حاجة له. خد بص شوف القطارة اهو، انا هعمل قطارة كده نقطة واحدة بس، شفت النقطة دي؟ كفاية جدا نقطة، مش هعمل اكتر من النقطة دي. طيب املأ عليها المية، لو انت هتغسل المسقة بتطهرها للتطهير، هنغسل بيه المسقة تمام. انا هغسل المسقة به وارجع لكم. انا اهو غسلت المسقة اهو، برجها بالنقطة اللي انا حطيتها دي، بعد كده كب المية واجي اسقي الحمام نقطة كمان، حط نقطة تانية في المسقة اهو، نقطة يا جماعة اهو، بص المسقة نقطة بس خلاص، املأ على ده لتر المية، نقطة واحدة فقط على لتر المية. هعمل الطريقة دي مرة واحدة كل شهر بس، يوم واحد في الشهر مش اكتر من كده، املاها مية واقدمها للحمام. ان شاء الله الحمام كده مش هيسيبه اي بكتيريا ولا اي فطريات، وهيقي الحمام لكثير من الامراض. معظم الامراض بتيجي من المسائي يا جماعة، في ازاي معظم الامراض بتيجي من ان حضرتك المسائي مش نظيفة، ده بيطهر المسائي ويطهر جوف الحمام والزغاليل، هيخلي الحمام ما عندوش كانكر، هيقيه من امراض كتير انت في غنى عنها بحاجة بسيطة جدا اللي هو برمنجهات البوتاسيوم. ازاي؟ انت دخلت لقيت الحمام
عامل الزرق بتاعه ريحته مش عاجباك كده، جرب الطريقة دي هتلاقي الحمام ان شاء الله ماشي معاك زي الساعة ومش هيصيبه اي امراض. واشوفكم في فيديوهات قادمة باذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.